سمعت ويجز ولا طب سمعت شاهين؟ ما تقوم ما تقوليش بس بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه مزيكا ما تتكلمش في المزيكا. ايوه بص هما بصراحه يا جماعه طب ثانيه واحده ثانيه واحده هتفضل ساعه ولا نص ساعه افضل ساعه هو يا ده يا ده هو يا ده يا ده لا لا جايز 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 اسمعوني انتوا اسمعوني انتوا بقى لكم ساعه انا مش فاهمه اصلا المشكله فين. انتوا اتنين بتقولوا كلام زي الفل. انا واحده بحب المزيكا ولا عندي مشاكل معاك ولا عندي مشاكل معاه بس عايز اقول لكم انا جايه اقول لكم من فضلكم بالراحة اسمعوا بعض علشان انا مش قادره استوعب. خلاص انا على فكره انا بس انا هسكت. طب انا هسكت انا موافق. طب انا هسكت اسكت. انا على فكره انا هسكت. هو فين المشكله اصلا؟ طب فين المشكله؟ اسكت انا يا جماعه فين المشكله اصلا؟ انا كمان هسكت زي الاجادي بقى بتاعتي. طب ايه حوار 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 ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هو اصلا يعني انت متضايق من المزيكا اللي هو بيسمعها؟ خلاص يقول هو انا معاك. على فكره انا معاك جدا. انا معاك انا معاك انا معاك في كل المزيكا اللي انت بتقولها بس انا الموضوع عندي انا هسكت وهو يتكلم. ماشي طب قول لي ايه الموضوع؟ قول لي انت بتحب تسمع مزيكا اهو انا سكت اهو يا ابني بقى هو انا ايه بالراحه عليا فهموني الموضوع بالراحه. طب انا سكت قول انت الموضوع اهو انا هسكت. انت سكت ولا انا هسكت؟ انا هسكت خلاص احنا كنا ساكتين تقدر تتكلم بالظبط. قول لي يا خطيب انتوا بتتكلموا عن ايه يا ابني؟ استنى يا ابني يا حبيبي انت لو كنت قعدت كده سلطنت دماغك مع العود بتاعك انت سمعت اغنيه تشاهيني اغنيه ما تسيبنيش حاجه لا لا حلوه حلوه بيتكلم يا ابني عن شويه يعني بيتكلم على مشاكل النهارده يا كلام انا مش قصدي دي مزيكا دي اقعد انا بقى ساعه يا تنتن واحد زائد واحد بيساوي اتنين يا تنتن اسمع المزيكا يا تنتن اقعد ساعه اسمع المزيكا انا ايوه يا حبيبي ده سلطنه لا 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 ما هو دي حاجه حلوه يا جماعه يا جماعه مش عارفه اتكلم مع حد فيكم انا نفسي اشرح لكل واحد ان انتوا الاثنين صح. انتوا مش عاوزين تقتنعوا ولا هتتكلموا مع بعض من غير ما تسمعوا بعض مفيش اي ادب حوار ما بينكم. طب خلاص نسكت نسكت ما انت لو سكت انا هسكت بالراحه 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 عصبتوني والله. ايه ده انا داخله على حلقه لسه خلاص خلاص انا على فكره مش بتكلم هو اللي بيتكلم معايا وهو اللي بيستفزني دايما في الحوار. لا 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 هو اللي دايما بيتكلم على اغاني زمان. لا لا زمان يا جماعه يا جماعه اسمعوا بعض. ليه يا عم خطيب انت سامع حاجه؟ ايوه برد عليه. بترد على انتوا بتتكلموا بس خلاص بالراحه محدش هيسمع التاني وانتوا عمالين يا ابني اسمع قبل ما تتكلم. طب تعالى نخش بس موضوع الحلقه. حلقه ايه؟ حلقه ايه؟ موضوع الحلقه اللي جاي. انا اسكت. ها الاغاني مش هنغمق ولا اغاني قديمه ولا بصوا بصوا انا جات لي فكره بجد جات لي فكره نتكلم عن اداب الحوار. اتكلم على ده وانا غلطت وانا مش وافقه ماشي اتكلم على اللي انت عايزاه بس بقول لك ايه الحوار دلوقتي. اسمع اسمع لا ويجز. طب اسمع لا ويجز. لا 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 ما اقدرش اسمع الحاجات دي ما اقدرش اسمع حاجات ما بقول لك إيه؟ من ان احنا نسمع الحاجات دي. تكلم حتى اراك دي حكمه فلسفيه مهمه جدا 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 بتعني ان الانسان لما بيجي يتكلم بنعرف مين هو شخصيته عامله ازاي هويته عامله ازاي بيفكر ازاي. يعني الكلام هو اللي بيعبر عن التفكير والمشاعر اللي بنحس بيها او بنفكر فيها. طيب في اداب للحوار ما ينفعش نقعد نتكلم 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 وخلاص. المفترض ان احنا قبل ما بنتكلم بنسمع وبعد ما بنسمع بنفكر وبعدين بنرد. فبالتالي لازم طول الوقت نبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه ومع مين وازاي. لو احنا بنتناقش مناقشه ما ينفعش ننط في كلام بعض. لو احنا بنتكلم مع حد رايه مش عاجبنا ما ينفعش ان احنا نبتدي نتعصب عليه نبره صوتنا تبتدي تتغير او ان احنا كمان نبتدي نتهكم نتريق نتخانق لمجرد ان رايه مختلف عن رايك. اداب الحوار من الحاجات المهمه جدا. اهم حاجه في اداب الحوار انك تبقى عارف تسيطر على الكلمات وتنتقيها في الوقت اللي انت مشاعرك فيه متلخبطه. دي حاجه مهمه جدا 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 ولازم نتكلم فيها النهارده مع ولادنا لان احنا مهم قوي ان احنا نعرف ازاي نتحاور مع بعض نسمع بعض ونتكلم مع بعض. النهارده معانا سليم وسليم وملك وسلمى. تعالوا بقى نشوف بقى هما بيتكلموا مع بعض ازاي. عاملين ايه؟ الحمد لله. طيب بحب جدا 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 قبل ما نتكلم خالص وقبل ما نقول اي حاجه وقبل ما نتناقش في موضوع النهارده كل واحد يعرف نفسه ويقول اسمه ايه عنده كام سنه بيحب يعمل ايه في حياته. اوكي اتفضلي. اسمي ملك عندي 7 سنين وبحب مثلا ايوه تحبي ايه؟ تاكلي تنامي تلوني ترسمي تلعبي تلويني؟ تحبي تلويني كتير؟ اوكي ماشي. ايوه فضل كورة. انا اسمي سليم. ايوه عندي 11 ونص. ايوه بحب العب جول كيبر. تحبي تلعب جول كيبر؟
انت بتقولي عليه هو الكوره، هو بيحب الكوره يعني اخوات. ها اوكي ماشي، حلو قوي، هنستخدمكم النهارده كاخوات. اهلا وسهلا. انا اسمي سليم، عندي 7 سنين، وبحب العب سباحه وكاراتيه، و يعني ساعات بلعب بالموبايل. ها وخلاص داخل يعني على المدرسه تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سلمى. انا عندي اسمي سلمى، عندي 9 سنين، وبحب الموسيقى. تحبي الايه؟ موسيقى. الموسيقى ماشي، حلوه قوي قوي قوي. طبعا احنا الحلقه دي فيها اعمار سنيه متفاوته، وده علشان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بيتطلب ان احنا نعرفه من واحنا صغيرين جدا، ونفضل نعيد عليه ونزيد فيه لحد ما نكبر ونبقى قدي كده واكبر كمان مني بكتير. اوكي، فانا عايزه اعرف بقى مين مامته او باباه بيقعدوا يقولوا له يا ابني او يا بنتي في حاجه اسمها اداب الحوار؟ مين الجمله دي بتعدي عليه في بيته؟ انا. انت مين؟ سليم. بابايا يقول له بيهل. باباك بيقول لك ايه بقى؟ باباك بيقول لي اسمع اي حد وهو بيتكلم. انت بتقعد تقاطع الناس ولا ايه؟ لا يعني هو بيقولها لي. انت بتبقى ساعتها بتقاطع ولا مش مهتم اصلا باللي هو بيقوله؟ لا بقاطع. بتقاطع. اوكي، طب بتقاطع ليه؟ بتبقى عندك حاجه فكره عايز تقولها على طول؟ اوكي ماشي. مين تاني بابا ومامته بيقولوا له اداب الحوار؟ انا. انت سلمى بيقولوا لك ايه؟ بليه ما تقاطعيش حد. ما تقاطعيش حد. كله بيتكلم على موضوع المقاطعه ده. ده موضوع مهم قوي فعلا. ملك، في حد بيقول لك حاجه لما تيجي تتكلمي؟ إيه لا. لا خالص؟ اه. يعني انت بتعرفي تردي امتى، تتكلمي امتى، تسكتي امتى؟ لا بابي بيقول لي. بيقول لك ايه؟ يعني بيقول لي ما تقاطعيش حد وهو بيتكلم. عشان كده غلط. وكمان لما حد كبير يبقى بيتكلم معاكي تبقي المفروض تبقي بتعملي ازاي؟ ارد عليه. تردي عليه، ما تبقيش مثلا ماسكه الموبايل وهو بقى بيتكلم ومش مهتم، صح؟ يعني لازم ارد عليه وانا قاعده كده عادي. ايوه، ما ينفعش تردي عليه وانت عامله ازاي مثلا؟ يعني وانا ماسكه الموبايل كده غلط، بس وانا قاعده من غير انا ماسكه اي حاجه كده عادي. ايوه صح، اوكي. وما ينفعش مثلا نرد عليه واحنا حد كبير مثلا. أيوة. واحنا قاعدين بقى بنتكلم كده باستهتار او حاطين رجل في رجل على رجل على رجل كده، صح؟ ايوه. طب ولو انت ماسك الموبايل وبتلعب جيم من الجيمز بتاعتك يا استاذ سليم وحد اتكلم معاك كبير او صغير بتعمل ايه؟ برد عليه. انما مامتي وبابايا اما اجي اطلب منهم حاجه بيفضلوا مش مركزين معايا. بجد؟ ايوه، بيبقوا ماسكين بقى الموبايل بقى فاتحين الفيسبوك مستمتعين بالموبايل. فانت لما بتيجي تتكلم معاهم هم ما بياخدوش بالك ان انت بتتكلم معاهم، ما بينتبهوش لكلامك. طب ما انت ممكن تتكلم معاهم وتقول لهم انتبهوا لكلامي، والمفروض ان من اداب الحوار ان احنا نسمع بعض. انت بقى لما بتمسك الموبايل ومامتك بتكلمك بتفضل برضه ماسك الموبايل؟ ولا بتبص لها؟ بتبص لها؟ بس ماما بتفضل باصه على الموبايل ما بتبصلكش. طب ما تيجي تقول لها، يعني قول لها ايه؟ قول لها لا يا مامي لما اكلمك بليز بصي لي. فهي ممكن مثلا تقول لك انا مش فاضيه دلوقتي، لازم تعمل ايه ساعتها؟ تقول لها لا انا بكلمك ردي عليا. هل ده ينفع؟ ولا تقول لا لما تقول لك انا مش فاضيه دلوقتي يا سليم، طيب هتقول لها ايه؟ تقول لها ماشي اوكي هستناك لغايه ما ترضي. برافو يا سليم، اوكي. I'm so smart. You're so smart فعلا يا سليمو. اوكي. سيلي سلمى، ايه بقى اللي مامتك او باباكي بيقولوا لك عليه لما تيجي تتكلمي غير ان انت ما تقاطعيش حد؟ يعني ما تقوليش حاجه تانيه. ايه؟ انا بتكلم بقول عشان ساعات بنسى الحاجه اللي انا ببقى عايزه اقولها. فبتقوليها في ساعتها حتى لو قاطعتي حد، فبيقولوا لك ما ينفعش كده. فكري الاول قبل ما تتكلمي وركزي في اللي انت هتقوليه وبعدين قوليه لما الناس تسكت، صح؟ بقيت اعرف كده بقى. اوكي. بطلتي تندفعي كده وتقومي مقاطعه حد وبتاع. اوكي. طب انا مامتي انت خضتني. مامتي قالت لي ما تتكلمش هو في حد بيتكلم، وفكر في اللي انت بتقوله قبل ما تقولي الكلام. صح، علشان لو احنا ما فكرناش في اللي احنا بنقوله ممكن مثلا نقول حاجه وحشه. ممكن نقول حاجه وحشه،
صح. وممكن ايه كمان؟ وممكن انا باباي لما يجي يكلم حد كبير بيقول لي لازم تقول له حضرتك وكده مثلا. لازم اقول حضرتك وانا كمان بيقول لي كده بجد. ما انتوا نفس بابي باين صح؟ مش انتوا اخوات؟ اوكي. لازم نقول حضرتك. اه ايوه. اوكي. ولازم نقول ايه كمان؟ تقول لي اسمعي وبعد كده ردي. ايوه. ولما نكلم حد كبير زي ما سليم وسليم ومرج بيتكلم لازم الاول بعد كده نسمع له بعد كده نرد نفكر في الكلام. قول له حضرتك اتفضل صح؟ فعشان اقول له انت كذا 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 كذا. حد كبير بالذات مثلا تيتا جده المستر الميس يعني لازم نقول له اتفضل. اتفضل حضرتك. لازم حضرتك صح؟ صح. دي حاجة حلوة. دي حاجة مؤدبة. انت كده بتحترم الشخص اللي قدامك وبالذات لو كبير لان احنا بنحترم الكبير صح؟ اوكي. والصغار ايه؟ والصغير. والصغار طبعا كده كده لازم. طب انا عندي سؤال تاني. لو حد مثلا بيقول حاجة مش عاجباكم او رأي مش عاجبكم نعمل ايه؟ قول يا سليم. نرد عليه عشان نبقى باينين اللي احنا عاملين له اهتمام. اوكي. وكمان عشان ما نحرجوش. وكمان عشان ايه؟ عشان ما نحرجوش. اوكي. او هو مثلا جنبه اي حد. لو هو جنبه اي حد ما نحرجوش. لو هو جنبه اي مهم قوي ان احنا ما نحرجش حد فعلا حتى لو كلامه مش عاجبنا. اوكي. وايه كمان؟ لو سليم حد بيقول كلام مش عاجبك خالص تتصرف ازاي؟ اقول له لا الكلام ده عيب. الكلام ده عيب؟ اوكي. وكمان اساسا المفروض حتى لو حتى بس هو ثانية واحدة يا سلمى. بس هو الكلام مش عيب. هو كلام عكس كلامك بس هو مش عيب. كلام مش عاجبك مش على هواك يعني مش شايف انه صح تعمل معاه ايه؟ مش عارف تعمل معاه ايه؟ تتخانق بقى وتقول له خلاص بقى او تبتدي بقى ما تهتمش باللي هو بيقوله بقى ونبص لفوق بقى ونبص لتحت ونعمل حاجات كده؟ اه بتعمل كده؟ انا مالي انا كلام مش عاجبني اركز معاه واقول له ماشي اوكي. ايوه امال هتقول له ايه؟ ماشي اوكي ايه مش هسمع الكلام عشان الكلام مش عاجبني. طب هتعمل ازاي؟ يعني هتتصرف ازاي؟ انا مالي انا مش عارف انا يعني دلوقتي انا بتكلم معاك كلام مش عاجبك هتتصرف معايا ازاي؟ وانت مش عايز تسمع الكلام اقول لا ثانيه واحده هقول لا الكلام ده مش عاجبني. اوكي هتتعصب؟ هتعلي صوتك؟ هقول وانا حزين. هتقول ايه؟ هقول وانا حزين. هتقول وانت حزين؟ لا لا بهزر بهزر طبعا اقول له انا عادي كده زي البني ادمين. ايوه عادي كده اوكي بس مش هتعلي صوتك وتبتدي تتخانق بقى وكده. طب لو نرفزك قوي يعني سليم هتعمل ايه؟ لا كده اتعصب عليه. تتعصب عليه وبقى تعمل ايه؟ هتقول ايه؟ اقول له كلابر. بجد وتنهي الحديث كده بالطريقه دي؟ ممكن. لو هو كبير. لو هو كبير اقول له سوري يا كابتن. سوري انا مش هقدر اكمل كلام. اه. اوكي. وهتبتدي بقى تمشي وتسيبه ولا هتخليه يخلص كلامه وانت باصص له؟ همشي. هتمشي وتسيبه؟ ايوه اعمل ايه يا طيب؟ لازم ايه؟ هو واحد بيتعصب علي بيتعصب علي ايه؟ لازم يخلص كلامه وبعدين يرد يقول اللي هو عايزه. بالظبط كده زي ما ملك بتقول بالظبط. لازم يخلص كلامه لو هو بالذات كبير وبعدين بعد ما يخلص كلامه يا اما نرد ونقول راينا يا اما خلاص بعد ما يخلص كلامه نمشي. ممكن نقول له انه مثلا لو مش فاهمه او مش عايزه اللي هو كده اقول له انا مش فاهمه حضرتك بتقول ايه يعني مش فاهمه حاجه اللي انت بتقولها ممكن توضحها لي او كده. اه مش احنا نعمل كده زي مسلم دي. ايوه يا سليم مش هنسيبه يتكلم كده ونقوم ماشيين وسايبه ده مش اداب حوار ابدا. ايوه والله. ايوه طب عشان رجله يستغرب. الايه؟ رجله يستغرب طبعا. ايوه هيستغرب طبعا هيحس ان هو خلاص هيقول بقى في سره ايه هيقول ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ في ايه ماله ده؟ يمشي كده ويسيبني كده؟ ينفع حد يبقى بيتكلم مع حد ويمشي ويسيبه؟ ينفع؟ ينفع حتى لو عصبي؟ لا انا بهزر شويه. لا 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 اه ولا لا؟ انتوا بتعملوا كده مع بعض؟ لا قولي بصراحه لما بتيجوا تتكلموا مع بعض تتخانقوا بس تمشي وتسيبها؟ تمشي وتسيبها؟ انا ساعات. ساعات؟ هو بيعمل كده يا ملك؟ اه. اوكي وده ينفع؟ لا. بس انت بتمشي وتسيبها بدل لما ايه؟ بدل لما تنفعل وتتخانقوا وتزعق وكده؟ ما هو برضو ممكن تبقى يعني يبقى احسن ما يبتدي ينفعل. بس هي بتبقى بتكلمك وتمشي وتسيبها ولا بتوقف الحوار وتمشي؟ لا بقول لها اسكتي وامشي. اه يعني بتوقف الحوار.
مش بتخليها تتكلم كده وتقعد بقى وهي بتتكلم تمشي. لا طب ما ده حاجه حلوه يا ملك، ما هو بدل ما يتعصب، ما دي حاجه اصلا مهمه ان احنا واحنا بنتكلم مع حد والحد ده معصبنا جدا وعمال يقول حاجات مش عجبانا واراء مش عجبانا او بنتخانق مع بعضينا او انا بتخانق مع اخويا مثلا هيا ملوكه او كده يعني، فبدل لما انا بقى ابتدي اعلي صوتي على اخويا الكبير او ابتدي اعنف اختي الصغيره او ابتدي اقول كلام بقى عصبي او امشي واسيبه بقى زي ما كان سليم بقى ممكن يتعصب كده او ازعق او اشتم، انا عارفه انتوا مش بتعملوا كده بس يعني ايوه طبعا دي حاجه وحشه نو شتيمة خالص نو. بس يعني لو اتعصبنا بدل لما اعمل كل ده او اعمل فعل اسوأ امشي انسحب بهدوء صح؟ اه سليم دي مش فكره وحشه يعني، بس المهم بتمشي ازاي؟ يعني المهم بتنهي الحوار ازاي؟ صح؟ بتقول ايه؟ يعني مثلا ممكن نقول خلاص كفايه خناق انا همشي علشان ما نتعصبش اكتر مثلا. ايوه لو ساعات وهي بتتكلم افتح الموبايل واقعد العب واسيبها تتكلم بجد؟ طب وده ينفع؟ ده ادب حوار؟ او بس انت بتتكلم عليها؟ حتى انا بكلمه بس انت مقتنع انه مش ما ينفعش صح؟ حتى انا بكلمه وهو قاعد على الموبايل على مسلين بيفضل المسكوت ما بيردش عليكي ساعات بيرد ساعات لا. طب انت عارف ان ده صح ولا غلط؟ غلط غلط بس تعمله كده يعني ساعات بنغلط يعني اوكي بس مقتنع انه غلط ماشي هتعمل كده تاني معايا تفضل تعمل كده؟ اه اه بتعمل كده ليه معايا انت فاهم؟ بهزر بتهزر ماشي طب انا عندي سؤال تاني بقى مثلا 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 ساعات كتير بيبقى في حد عارف معلومات كتير قوي او شاطر قوي في حاجه مثلا يعني مثلا عنده باشن او شغف في الكوره ففاهم في الكوره قوي فاهم مثلا في المزيكا قوي انا بفهم في الكوره قوي اوكي او عنده معلومات عامه في الساينس او عنده معلومات مثلا شبه الطوابع العواصم عارفين فاهمين الحاجات دي هل بقى لو حد قدامنا مش فاهم نقعد نقاطعه ونقول له لا انت كذا 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 ونقول له معلومه صح لا لازم نقول له المعلومه اللي هي المفروض نقولها اوكي طب انت ايه اكتر حاجه بتفهم فيها إيه؟ اكتر حاجه خالص انت شاطر فيها وبتفهم فيها اكسبرت يعني او حافظها او عارفها او متابعها انا حافظ اغنيتين او ثلاثه مش عارف اه وحافظ تمرين كويس جدا ماشي والكاراتيه حلو قوي نمسك التمرين والكاراتيه عارف كويس قوي ازاي تعمل ورم اب صح ايه ازاي تسخن قبل التمرين صح عارف كويس قوي ولا مش قوي لا طب ايه عارفه كويس قوي في التمرين ايه عارف ايه كويس قوي في التمرين إيه؟ عارف ان انا عارف ان يعني عارف حركه اه انهي حركه إيه دي عارف ازاي تتعمل كويس صح؟ اه اوكي انت عارفه كنا بنبص على الساعه وايدي الثانيه جنبي اوكي اوكي سلمى ايه اكتر حاجه بتفهمي فيها وعارفاها؟ الرسم الرسم تعرفي ترسمي وبتحب وعارفه الوانك حلوه مع بعضها وكده تفهمي كويس قوي في تكوين الالوان وكده اوكي ملوك ايه اكتر حاجه بتفهميها او حافظاها او عارفاها او عندك معلومات عنها؟ تلوين ورسم اوكي و مثلا بس كده ينفعش نقول كده وايه كمان ساعات بقعد اركب ليجو ليجو فاهمه في الليجو كويس طب اكتر حاجه ايه عارفاها ترمين ولس اوكي انت بقى يا استاذ سليم عواصم العالم كلها ولعيب الكوره كلها ازاي سليم يعني 100 عاصمه عارف 100 عاصمه لا ايه ده لا اسم بابي كان عداهم اكتر من 100 ولا ايه لا 100 100 بجد طب عاصمة مصر ايه؟ القاهرة اي حد عارفها يعني اي حد عارفها ايه؟ القاهرة انت عارفاها برضو عاصمة امريكا واشنطن عاصمة فرنسا باريس بجد؟ ايه ده؟ طب عاصمة الهند ما خدتهاش دي ما خدتهاش؟ طب تدرسهم فين؟ مع بابي وماما اه والله ما بيزق ماشي طب عاصمة بلجيكا بروكس طب عاصمة هولندا امستردام ايطاليا ايطاليا روما ايه ده؟ طب ومكسيكو؟ مكسيكو مالهاش عاصمة مالهاش عاصمة مكسيكو بلد ايه اللذاذة دي؟ اوكي فانت عارف تحافظ فعلا ده حافظ فعلا ايه ده حد عايز يجرب حاجة؟ تحبي تجربي معاه حاجة تانية؟ ده حافظ كل حاجة أكتر مني بجد أيوة صح؟ اوكي قولي له
عاصمة الصين؟ بكين. عاصمة اليابان؟ طوكيو. أوكي. أنا عارف إن اليابان طوكيو. طيب. عرفت كده؟ أوكي. طب لو أنا بقى قعدت بقى مفروض دلوقتي بقى هنقعد إيه نقول بقى حاجة تانية خالص، أنت عارف بقى شوية حاجات أهو. كورة. والكورة برضو عارف إيه؟ عارف كل لعيبة العالم كلها. يعني إيه؟ عارف كل تشكيل وكده؟ يا سلام. طب قولي تشكيل من التشكيلات. برشلونة مثلا يعني؟ ما طب استنى، أنت عارف تشكيل برشلونة؟ لا. خالص؟ أقول لا ما سمعتش بس سمعت عن محمد صلاح وكريستيانو وكده يعني. اوكي اوكي. ميسي، جريزمان، ديمبلي، ديونج، بيكي، لونجلي، بوسكيتس، سيرجيو روبرتو، تير شتيغن، جوردي البا، ديونج، اراوخو، يعني دي التشكيله بتاعته. طب ومحمد صلاح؟ بيلعب في ليفربول؟ لا كان بيلعب في برشلونه. ايه؟ بتضحك عليا بتهزر ولا ايه؟ ليفربول. مين اللي قال؟ أنا عارف. محمد صلاح بيلعب فيه؟ بيلعب في ليفربول بقاله 4 سنين. بيلعب في برشلونة. هو عمره ما قرب من برشلونة. أنا عارفة إن هو بيلعب في برشلونة. لا. إيه ده أنت إيه بتقول كلام سليم صح. يعني أنا كلامي غلط؟ آه. إيه ده أنت بتقولي إن أنا كلامي غلط؟ طب أنا متأكدة من الكلام اللي أنا بقوله على فكرة. طب افتحي جوجل. لا أنا أفتح جوجل أشوف؟ آه. أوكي. طب ولو فتحت جوجل وعرفت إن محمد صلاح في برشلونة هيحصل إيه؟ مش هيحصل حاجه لكن هتخسري عشان هو يطلع في ليفربول. كلنا هنتجنن. انت يعني في كلامك يعني انا فاشله؟ لا لكن هو في ليفربول. اوكي ماشي. طيب هو ده اللي انا كنت اقصده بالظبط. انا عارفه ان هو في ليفربول طبعا يا سليم، بس اللي انا اقصده انه لو حد عارف معلومات كتيره قوي عن حاجه ومتاكد من المعلومه بتاعته واللي قدامه عمال بيقول اي كلام خالص يعمل ايه؟ يقول له المعلومه الصح؟ لا بأني طريقه يقول له مثلا هو... انا عارف الحكايه دي ايوه صح. بس شفتوا سليم كان واثق في نفسه زي وهو بيتكلم صح بصراحه وقال لي لا طب جوجلت يعني هو مثلا ما قاليش انت ما بتفهميش حاجه ما يقدرش يقول لي كده صح. يعني اقول لك تشكيله ليفربول كلها انت عارف تشكيله لا خلاص بقى انا اقول لك انا بقى تشكيله ليفربول مارادونا باين مارادونا معتزل بقاله 20 سنه مثلا يعني انا ما افهمش لا لكن هو بقاله معتزل 20 سنه ماشي كان في ليفربول زمان لا امال ايه كان فين؟ لعب في برشلونه ونابولي وانتر ميلان اوكي امال ايه مين في ليفربول دلوقتي؟ روبرتو باكن باي إيه؟ باكن بقاله معتزل على 15 انت بتتريق عليا سليم؟ لا انت بتضحك عليا؟ لا لسه بنتكلم في الموضوع ايه انهي موضوع؟ لا برضه شويه بدي اني من شويه ده لا طب وانت ما تضحكش لكن باكهام بقاله معتزل 15 سنه ايوه صح يعني انا جاهله بالكوره جدا صح؟ لا امال ايه؟ مش عارف انت جميله قوي يا سليم والله قول لي ايوه طبعا ما فيش حاجه اسمها كده انا بقول معلومات غلط خالص عشان احاول استفزك عشان اعرف انت طالما انت فاهم في الحاجه نايس حضرتك تقولي بيريه بقى حضرتك يا حبيبي اقول بيريه؟ اقول ايه في بيريه؟ نايس تقولي اللي هو بيلعب في وشه لا مش هقول بيري خلاص بتتريق عليا سليم بتتهكم عليا سليم هو احنا ينفع نتريق على حد عشان يعني انت عشان عارف لك معلومتين زياده تتريق عليا سليم لا مش هينفع طبعا عيب انت قصدك تتريق عليا سليم لا انت مش قصدك تتريق عليا بس انا بقول معلومات مستفزه جدا بس هو ده اللي انا اقصده لو جه مثلا حد قال لك الحركه دي بتتعمل كده اهو ايه ده؟ هي اصلا كده هي اصلا هي كده اصلا يا سليم هقول له دي غلط ووري صح هت بجد هتقول له انت غلط ازاي انا متاكده انها كده يا سليم كده لا كده كده انت بتسمعنيش ليه كده كده ايه كده دي كده لا طبعا هي اصلا كده انت بتهزري انا ما بهزرش انت بتهزري كده انا ما بهزرش كده لا انا عارفه انها كده مش هي كده يا جماعه لا كده والله لا انا كنت بتمرن تايكوندو برضه لا مش كده امال هي ازاي كده ما زي ما هو بيقول انا مش حاسه مش مقتنعه باللي ده والله العظيم كده انا مش مقتنعه بال اقسم بالله كده انا مش مقتنعه باللي خلاص ايوه صح سيرش تنجوك بتعمل كده انا مش مقتنعه يا سليم والله كده طب انت هتتعصب عليا ولا ايه مش هتعصب امال ايه طيب ده هي بقول لك ان هي كده خلاص بتقول لي كده انت بتتعصب عليا ينفع تعصب عليا مش كده لا كده لا كده بقى لا كده لا كده يا سليم لا كده بتتعصب عليا يا سليم طب حاول تتكلم بالراحه طيب وانا مش هفهم يعني اتكلم بالراحه ايه مش قول لها مثلا هي بس بتتعمل كده لا مش كده كده خلاص طب ايه خلاص ايه ينفع تقولي خلاص كده هي كده يا سليم انا كبيره يا سليم ما ينفعش
ماشي عرفت عرفت بس هي كده. عرفت ايه؟ هي كده. ايه اللي عرفته؟ هي كده. ايه اللي هي كده دي؟ ايه هي دي؟ مش كده لا كده. ينفع نتعصب مهما حد عصبنا؟ لا ما ينفع نعلي صوتنا يا شيخ. والله ما متعصب. بتعلي صوتك ليه طيب؟ امال انت بتعمل ايه؟ عشان افهمك هي كده. هي كده. هي كده. طيب ماشي تفهمني بالراحه. انا معاها هي كده. انت بتاخدني عد عقلي. انت بس بقى ما بتهزري. مش كده. امال هي ازاي؟ كده. اوكي طب قولي بالراحه هي كده؟ كده. كده؟ خلاص اتعلم. ايه؟ بس كده. ماشي اوكي. ماشي. تحفظيش بقى دي تاني ها؟ مش بتعجبني والله ما بتعجبني. هي ايه اللي ما بتعجبكش؟ العرجه دي. طب حتى لو ما عجبتكش يا اخي ما تتكلم ما تهزرش ما تتكلمش معايا بالطريقه دي يا اخي. طب كده وكده وكده. اوكي ماشي اوكي. يا زليمو ما تجيش بقى تعملي كده ها؟ هي كده. ينفع تقول لحد كبير كده؟ ينفع؟ يا لهوي اقول يا لهوي. طب انا اقول ايه يا رب؟ اقول ايه يا رب؟ اقول لك بقى يا زليمو تقول ايه؟ قولوا له حد يقول لي يقول ايه؟ المفروض تقول لها بالراحه او تقول له سيبك مني احنا طبعا احنا صحاب احنا صحاب او يفهم مثلا القران يا رب لما يتعصب بكتب قران يوطي صوته لا مثلا تقول له تقول لها بالراحه لا توطي صوتك ايوه وما تعليش صوتك على حد اكبر منك عشان هو اكبر منك عشان ايه؟ عشان هو اكبر منك تكلموا كلكم في نفس الوقت وانا مش عارفه اسمعوا تقولوا ايه؟ هي دي اداب تقطعوا في الكلام تقطعوا في الكلام انت قطعتني دلوقتي في الكلام ده من اداب الحوار؟ لا طب اسمعوا بقى عشان نعرف نسمع بعض ينفع اقول حاجه طيب؟ حاضر ممكن اقول حاجه؟ انا اقول حاجه ايه؟ ممكن اقول حاجه؟ خلاص كملي كلام سيبي اللي هيتكلم ممكن انا بعدين اتفضلي هو لازم يقول بالراحه عشان هو او هي اكبر منه لازم يقول لها هي كده ويعني يفهمه بالراحه ايوه يفهمه بالراحه اوكي ما يبقاش متعصب قوي كده حتى لو انا بقول ويقعد يقول يقعد يقول يا رب يا رب يا ملك مش سليم بيتكلم اداب الحوار قول يا سليم بعد ما خلص مني اداب الحوار هينفع طب عرفنا اداب الحوار انت بتقاطعني لما احنا عرفنا انها اداب الحوار عشان قول يا سليم احنا خلاص انا خلصت طب قول يا مل مثلا ما ينفعش تتعصب على حد اكبر منك اهو اتشري احنا اول حاجه ايوه طب استني لسه مالك ما خلصتش ايه انتوا ايه وحتى لو حد اكبر منك او اصغر منك نتكلم معاه بالراحه ايوه وخلاص وخلاص صح يعني كنت المفروض تتكلم يعني احنا انا وانت بصوت واطي بس في الاخر اتكلمت بصوت واطي هي مش الصوت بس هي مش الصوت بس هي الصوت والاداء والايدين دي ما ينفعش ان احنا نبقى بنتكلم مع حد كبير واحنا عاملين يعني حتى لو صوتنا مش عالي بنشوح حتى يعني. بنشوح اسمها تشويح ما ينفعش نشوح يا سليم وما ينفعش يبقى أدائنا حتى لو احنا بنتكلم بصوت واطي بس احنا ما ينفعش ما ينفعش لو مثلا لو انت اتعصبت على حد وانت ماشي تروح عامل له كده ايوه طبعا ما ينفعش ايوه صح ولا حتى ينفع؟ حتى لو كلامه صح او غلط حتى لو كلامه صح او غلط صح؟ انا عارفه ان انت عارفك الحاجات دي بس انا بستفزك زياده وعارفه ان احنا اصحاب فانت واخد عليا بس انا بتكلم على حد كبير غيري انت ما تعرفوش مش المفروض ان انت لما تبتدي تتعصب تعمل له كده اهو عشان كده مش اداب حوار فهمت ولا ما فهمتش يا سليم؟ انا ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ ايه انا ايه؟ ايه بقى انت؟ انا ايه؟ انت بني ادم ايه مش بني ادم انت مش بني ادم؟ امال انت ايه؟ جن ايه؟ امال انت ايه؟ ساحر لا امال ايه؟ انت بني ادم لا انت سليم امال احنا ايه؟ اقول لك؟ قول لي انت سليم فضائي انت فضائي كان فضائي حتى لو انت كائن فضائي ما ينفعش تتعصب على حد يا سليم وتستخدم ايديك كده هو حتى لو انت كائن فضائي إيه؟ اوكي ايه عشان دي اداب حوار إيه واحنا يعني؟ عندنا هنا بنحب الحاجات دي كده ايه يعني هو كده طب قول يا سلمى مفروض يعني ان احنا نهدي واحنا بنتكلم ما نتعصبش اللي هي ان احنا خلاص حتى احنا جوانا عصبنا نهدي كده عارفين ليه؟ نتكلم عارفه ليه؟ نهدي اعصابنا يعني انا بتكلم يا سليم بقى ده عمال يقاطعني بقى حقي في اداب الحوار عرفنا برضو عرفنا خلاص مش هقاطعك تاني طب ما تعليش صوتك عليا طيب ماشي ليه لازم نسمع بعض ولازم ما نقاطعش بعض وما نتعصبش على بعض؟ عشان نسمع بعض انا دلوقتي لو قلت لك سليم عارف يا سليم لو انت اتكلمت مع حد بصوت واطي هيفهمك اكتر لا ولو ايوه ولو انا قلت لك سليم عارف يا سليم لو انت اتكلمت مع حد بصوت واطي هيفهمك اكتر ايوه كده كويس الصوت العالي هو يا سليم اللي هينفع
لا ايوه صح. يعني لو انا اقول الجمله بشكل اهدى ومن غير لما اقعد اقاطع حد واقول المعلومه بتاعتي هتوصل صح. لكن وانا قاعده بقى انت بتتكلم وانا بتكلم واحنا نتكلم ونقعد نقاطع بعض وانا اعلي صوتي فانت تعلي صوتك وكلنا نتكلم ونعلي صوتنا، هل في اي معلومه هتوصل؟ لا عشان كمان افهمها. عشان تفهميها كمان لو كلمتي بصوت عالي مش هتفهمي يعني ايه، يعني الكلام بالظبط يعني مش عارفه هو بيقول ايه اساسا. الصوت العالي، الصوت العالي مش هيخلي التاني يفهم بالظبط. والصوت العالي كمان بيدل صوت على لا حلو صح. وكمان الصوت العالي ده بيدل على ضعف الموقف، فالمفروض ان الانسان يتحكم في اعصابه حتى لو اتعصب وما يعليش صوته ويتكلم بالراحه علشان يبقى مسيطر على الحوار اللي هو بيتكلم بيه صح. اوكي طيب، تفتكروا الكبار بيحترموا الحوار وعندهم لغه حوار كويسه وبيعرفوا يتكلموا مع بعض ولا ايه؟ سليم بتضحك. لا اعتقد. تعتقد؟ انت قولي سليم بصراحه، مين عمل فوت على الاو ومين عمل فوت على الاو؟ هنعرف حالا. قولي سليم انت ضحكت قوي لما انا قلت كده. بتشوف كبار ما بيحترموش ادب الحوار خالص صح؟ ايه بقى بيعملوا؟ احكي لنا. ما شو انا بسمع يعني على اليوتيوب وكده. ايه بقى بيعملوا ايه؟ يقعدوا يتكلموا مثلا خمسه قاعدين كلهم في نفس الوقت مع ساعه كده وانت بتفهمش حاجه اصلا في الاخر. توه بقى. طب ايه الموضوع؟ اوكي. وايه كمان بيعملوا ايه كمان؟ يعني مثلا يقعدوا واحد يقعد يقول انا هتكلم والتاني يقعد يقول انا هتكلم في الاخر قاموا ضربوا بعض بالكراسي. اوف. اوكي. يعني ما حدش وصل لحاجه، لا حد سمع ولا حد اتكلم ولا حد فكر، وفي الاخر اتضربوا اصلا بعض. اوكي. اتضربوا الكلمه بتاعت اتضربوا بالكراسي للجنه. انا شفت حد بيعمل كده في المدرسه. ايه بيعملوا ايه يا سلمى؟ هما بيضربوا بعض في الكراسي؟ لا قاعدين بيتكلموا كل واحد بيزعق في التاني مش فاهمين بعض اساسا. ايوه مره مش فاهمين هما بيقولوا ايه. مره حتى مش سامعين. مش سامعين، هما كل واحد سامع نفسه بس اصلا. في الاخر قاعدين بيقولوا احنا قلنا ايه؟ اساسا بعد ما اتخانقوا. احنا احنا 15 في الفصل ماشي؟ اوكي. مره حد فينا بدا يتكلم فالباقيين كلهم اتكلموا، احنا 16 اتكلمنا قدام المسيو عادي كده. اوكي. والمسيو في الاخر قالوا كلكم اسكتوا، واللي اول واحد اللي اتكلم هو اللي يتكلم. والمسيو اصلا كان بيتكلم وبيشرح حاجه ولا ما كانش بيتكلم وبيشرح حاجه؟ كان بيشرح. يعني هو كان بيشرح وانتوا ما عرفتوهوش اهتمام وما خدتوش بقى، وهو مش مهم هو بيتكلم. كلنا سالنا نفس السؤال، كنا عايزين نسال اسئله. ايوه بس قعدتوا تتكلموا مع بعض ولا بتتكلموا هو؟ بنتكلم هو في كلنا. في نفس الوقت في نفس النفس. ومسيو فاهم حاجه في الاخر منكم؟ قال اول واحد يتكلم. اللي انت بتكلم. طيب طيب ما انا هخليتي هديكي طيب. فرصه تتكلم. طيب مكرهاني في المدرسه ان انا اما اجي اسكت كل الناس بيتكلموا. ده رهانك؟ اوكي. حفله. اوكي. وحتى لو نمت على الديسك بصحى من الصوت بتاعهم انا. يعني انت بترغيش في المدرسه خالص؟ احنا مش بتكلم. انا ما عاوزه اقول حاجه للميس برفع ايدي وبعدين بتقولي قولي. برافو. احنا بقى في حصه صفري انا واصحابي، ما بقاش المنسي موجود، ما بقاش حد واقف معانا، بقى نفتح الكمبيوتر ونشغل فيديوهات والمسيهات في الاخر يجوا يزعقوا لنا. اوكي بتعملوا دوشه انتوا؟ جايبين الباسورد بتاع الكمبيوتر ونقعد. يا قلبي. اوكي ده موضوع، ده حلقه ثانيه سليم كان لازم تبقى معايا فيها. اوكي طب ما تيجوا نشوف ايه راي الكبار بقى في موضوع اداب الحوار ده، لان في مشاكل كتيره بتحصل بسبب الموضوع ده. تعرف يا سالم ايه هي اداب الحوار؟ تمام اعرف ان بيكون في اسلوب في الطريقه مع المعامله مع الناس. اداب الحوار ان انت واخد بالك انت بتستاذن، يعني بتاخد اللي قدامك واخد بالك انت بصيغه كويسه بحيث ان انت بتبتدي معاه الكلام. حضرتك لو سمحت يا فندم، السلام عليكم، اي بدايه واخد بالك انت تكون كويسه. محتاج راي ان انا مثلا ما اقطعكش في الكلام، محتاج ان انا راي ان انا اسيبك تخلص كلام. عادي انت بتحترم اللي قدامك، بتحترم حواره. ما بتنتقدوش في اي مثلا، يعني عادي، يعني مثلا لو هو متقبل انتقاد ماشي تمام، يعني احترام الكلام بقى. واللي هو ان يكون شخصين بيتكلموا مع بعض، ما فيش حد يقطع الكلام يتدخل في الكلام، المفروض نحترم لما حد يخلص كلامه. الصوت العالي، اسمع اللي قدامك اكبر منك هو بيتكلم ما تقطعهوش. كل الكلام ده. ماشي قول لي ايه اكتر حاجه بتستفزك مع واحد صاحبك؟ وقول لي اسم صاحبك. هو كان في واحد صاحبي كل ما بكلمه في حاجه يقعد يخش في النص فاهم، ويحكي في حاجات تانية بقى ويخش في حوارات تانية، واللي هو انا اصلا لسه بتكلم في الموضوع بتاعي، فانا لسه ما خلصتش الموضوع بتاعي عشان هو يتكلم في الموضوع بتاعه. اكتر حاجه بتستفزني معاه انه بيتدخل في الحوارات ملوش فيها. بيخش في حوارات ملوش فيها. اه لو حد بقى صوته عالي مثلا
زي كده وانت بتتضايقي من الصوت العالي، عايزه تخليني اوطي صوتي، هتعملي ايه؟ لا اوطي صوتك، ما بحبش الصوت العالي. اما اتضايق انا عامه من طبيعتي انا ما بحبش حد يعلي صوت عليا. اقول لك بعد اذنك اوطي صوتك عشان مش عاجبني. لا فعلا هنفهم بعض، ما ينفعش ان صوتك تبقى عالي. الصوت العالي دايما بيدل على ضعف شخصيتك وعلى ضعف موقفك، وان انت مش على صح ومش على تمام. ان لازم ان انا اول افهمك ان انت تبقى صوتك واطي عشان خاطر قبل ما ان انا اعلي صوتي معاك، احنا الاثنين علينا صوتنا قصاد بعض، ما حدش فينا يفهم الثاني ولا نوصل لاي حل. ممكن ما تتعاملش معايا بصوت عالي لان ده بيضايقني، فحاول بس وانت بتتكلم معايا توطي صوتك بس. بكل بساطه كده الموضوع هادي يعني، مش محتاج قفش. لو حد مش باصص لك وانت بتكلمه هتعمل معاه ايه؟ محمد ممكن تبصي لي بس وإلا. لا مش وإلا يعني خلاص بعمل كات معاك الكلام خلاص براحتك، مش عايز اتكلم براحتك خلاص، ابقى اجي لك وقت تاني تبقى تمام. لا انا لو حد مش مركز معايا انا بكلمه مش هكلمه اصلا. لما بتيجي تبدا كلام مع حد بتعمل ايه؟ عادي بساله يعني عامل ايه، بساله نقول نتقابل مثلا، ننزل نروح اي حته كده. ازيك عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ كويسه؟ ايه يعني كويسه في شغلك؟ احوالك كويسه كده؟ ايه يا معلم اخبارك؟ مش عارف الكلام ده كله ايه، تمام زي الفل. بس بعد كده بقى بتاع الحوار اللي انا عايز افتحه فيه. هل انت بتعملي اي كونتاكت مع الناس وانت بتتكلمي معاهم؟ ده انا المفروض تبقى انت عامل كده، يبقى انت شايف التعبيرات اللي قدامك شكلها ايه وعامله ازاي وحاجات زي كده، لازم تكون عامل كده طبعا. طب ايه رايك ان دلوقتي كل الناس بقت بتتكلم وهي باصه في الموبايل؟ بس انا معاك يعني، بس ببص في الموبايل. الموبايل طبعا ده شيء طبعا مش كويس. طول ما انت بتقدر مع حد كلام او بتبتدي انت تخش معاه في موضوع، لازم تاخد وتدي معاه لغايه ما ايه تسيب الحاجه دي دلوقتي، يعني تقفل الموبايل، تشوف التلفزيون، ما فيش حاجه تشد انتباهك طول ما انت بادئ مع حد كلام، واخد وقت تدي معاه لغايه ما توصل لحل معين. طب ما كل الناس ماسكه موبايل دلوقتي وبتتكلم، ما دي حاجه مستفزه. حاجه بتضايق. تحس بايه لما حد يعمل معاك كده؟ عدم احترام وتقدير ليا يعني. صح. قلبي تضربه؟ لا بس بنبهه يعني، ممكن تبص لي وانا بكلمك يعني. ايه رايكم في الكلام ده؟ حلو. مش عاجبني. مش عاجبك؟ عاجبني. اوكي انا قلت مش حلو ومش عاجبني. صح حلو. بس الصوت بيخلي الدنيا ماشي. اوكي طب ايه اكتر حاجه شدت انتباهكم في الفيديو؟ انا قول يا سيدي. لو انت ماسك الموبايل بس بتسمع حد اللي هو بيتكلم، ممكن تعلي صوتك؟ ايوه لازم. وحد ماسك الموبايل، لو حد ماسك الموبايل وانت بتكلمه تقول له سيب الموبايل واسمعني. ايوه. وانت كمان لما حد يجي يكلمك وانت ماسك الموبايل تعمل الموبايل كده وتتكلم معاه. لا اكمل لعب وفي الاخر اضحك. لا ما ينفعش تعمل كده مع اختك. طب قول لها انا مش هعمل كده تاني بليز. حاول يعني. لا مش قول لها هحاول ما اعملش كده تاني. قول مش ليه؟ طيب ده عشان دي من اداب الحقوق. سيبيه مالك، ما تاثريش عليه من فضلك. سيبيه هو لوحده هيعترف وهيوعدك لوحده. مش انت مقتنع ان دي مش حاجه كويسه؟ طيب قول لها كده قدامنا، كده قدام ناس كتير بتتفرج عليك، هحاول يا ملك ما اعملش كده معاكي. هحاول ما اعملش كده معاكي. ايه شكرا كده بيحترمك. اوكي الحمد لله. وانت كمان يا سليم ما بتعملش كده انت قلت، بس ماما وبابا بيعملوا كده. بعمل ايه؟ ان انت لما حد يكلمك بتسيب الموبايل وتبص له. صح؟ بس ماما وبابا طول عمرهم بقى ماسكين الموبايل. ممكن تتكلم معاهم، ممكن تتكلم معاهم في الموضوع ده. بيلعبوا بس بيفتحوا الفيسبوك بقى، يدخلوا بقى الجيمز على الفيسبوك. ايوه بس انا متاكده ان انت لو يلعبوا بقى لودو. ماشي بغض النظر عن التفاصيل دي، متاكده ان انت لو اتناقشت معاهم هياخدوا بالهم من الموضوع ده جدا. قول لهم عشان عرفت ان ده من اداب الحوار، ان انا لما اتكلم معاكوا تبصوا لي في عينيا وتتكلموا معايا. عادي حقك انك تعمل ده بالادب طبعا. صح؟ ولا هتروح تقول لها بصيلي؟ هينفع نعمل كده؟ لا عشان ما ينفعش تكلم مامتنا كده. سلمى ايه اللي عجبك في الفيديو؟ لما مثلا حد بيتكلم لازم نسيب الموبايل. برضه موضوع الموبايل. اوكي. مش حد. طب لو جالنا تليفون، لو احنا بنتكلم مع حد وجالنا تليفون نعمل ايه؟ ممكن نقول له ثواني هرد على التليفون. لازم. صح؟ ولو هو ما ينفعش يبقى هو بيتكلم كده فنقول الو فجأة. لا لازم نقول له ثواني هتكلم وبعد بعد اذنك ثانية واحدة. بعد اذن حضرتك هقطع الحوار، هرد وارجع لحضرتك تاني. وكمان صح؟ ايوه انا ومامتي بتعمل كده. برافو. كل ما اتكلم معاها بتقولي ارد على التليفون ده وارجع لك. طب ما تخلص انا كمان اما مثلا مامي بيجي لها يا ملك بتقاطعي سليم وهو بيتكلم يا ملوكه.
شو قلنا؟ أنا خلصت كلامي أصلا. طيب قولي يا ملك. أنا مثلا ماما أمي بتيجي تتكلم بتقول لي كده وبسيبها وأنا ما تخلصي قوليلي. بتستني يعني بتقول لك ملك معلش بعد إذنك هرد على الموبايل أو أتكلم مع بابي أو أتكلم مع حد وأرجع لك تاني، صح؟ وأنتي بتحترمي ده. أنتي كمان بقى بتعملي كده؟ أوكي. طب أنا عندي سؤال تالت. لو أنتوا عايزين تتكلموا مع بعض وتقولوا لبعض، يعني أنتوا عايزين تقنعوا بعض بحاجة مش هتقتنعوا بيها. أيوه. أنا ساعات بقول أي كلام. أوكي. أي كلام عبد السلام، أوكي؟ يعني أوكي. مثلا أقول مثلا يعني لو ما عندناش مثلا ما عندناش لو ما عندناش بيانو أقول لهم إيه افتحوا لي البيانو. أوكي. يقولوا لي إيه في الآخر يقولوا له ما عنديش بيانو، أوكي؟ ما عندناش. طب هو ده ليه علاقة بموضوعنا؟ باجي أقول لهم بأذن عليهم افتحوا لي البيانو افتحوا لي أي كلام. أي كلام. طب ده ليه علاقة بحوارنا؟ حالاً؟ إيه؟ حاجة؟ لا. طب ده من أدب الحوار يا سليم. ينفع كده ننط في موضوع تاني والناس بتتكلم؟ ينفع يا سليمو؟ أنت جاي النهاردة تهزر معايا وتقول لي كل الحاجات بالهزار، صح؟ ايوه. عملي. ايه؟ جاي تعمل لي الحلقه عملي، صح؟ اوكي. ممكن تفهمينا عشان احنا برضه مش فاهمين الموضوع ايه التاني. اللي هو كان بيقوله؟ لا، حضرتك بتقوليه. اللي انا بقوله هو دلوقتي دخل في موضوع تاني. ينفع نتكلم في موضوع تاني؟ لا. وانا قاعده بتكلم في موضوع؟ نو نو نو. ايوه هو سليم النهارده جاي بيورينا عملي ايه الحاجات اللي ما ينفعش نعملها، بس هو في الفاصل قال لي انا كنت بهزر على فكره انا عارف كل حاجه، صح؟ نو ولا صح؟ بيقول لي نو. بيقول لي نو. اوكي. انا مخي مليان حاجات كتيره فبتلخبط بجد. اوكي. طب انا بقى من شويه كان عندي مشكله حقيقه، يعني ان انا اللي خلاني اختار حلقه النهارده هو انه خطيب ومارتن الاثنين كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض في حاجه اللي شفناها في اوضه الاجتماعات بره، وقعد هناك وقاعدين بقى بيتكلموا مع بعض بيقطعوا في الكلام. بيقطعوا. سامعين هم بيقولوا ايه؟ كنت بتقول انت سمعتونا واحنا بنتكلم؟ مش ممكن، ما كانش حد سامع حد خالص. كنا قاعدين سامعين. كنا سامعين بس انا مش عارفين هم بيقولوا ايه. اسكتوا 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 ازيك. لكن احنا ما فهمناش منهم. هو احنا ابتدينا نعمل زيهم ولا ايه؟ وانا مش واخده بالي. انا مش عارفه هم بيقولوا ايه. احنا بنتكلم في نفس الوقت برضه. انا ما فهمتهمش كانوا بيقولوا. ولا انا. ولا انا. بيقولوا سمعت عن مش عارف ايه. كانوا بيتكلموا عن الميوزك تقريبا. المهم انا قلت لهم ان احنا لازم نتكلم عن اداب الحوار. ودلوقتي ما سمعتش الكلام صح؟ لا لا بالعكس، هم اتفرجوا بيتفرجوا علينا وعرفوا حاجات كتيره جدا. فانا هجيبهم دلوقتي يتكلموا معاكم ويتناقشوا في اللي هم كانوا بيتكلموا فيه بعد ما عرفوا ايه حاجات اداب الحوار. بس خليهم يتكلموا بس هاتوا طلب. بالظبط. لو لقيتوا حد فيهم بيعمل حاجه غلط قولوا ان ده حاجه غلط. بس بالراحه. تكلمهم نقول لهم مثلا. ايوه بس بالراحه. حاولوا تقنعوهم، يعني مش عايزه ان هم لو يعني عملوا حاجه غلط تبقوا انتوا بتعملوا غلط. ما يجوا دلوقتي؟ انا هطلع واناديهم. انا بجد نفسي اعرف هم كانوا بيتكلموا في ايه، اوكي؟ يعني ده بريك اصلا. بص احنا خلاص بصي مفيش تصوير يعني. احنا هنسالهم واول ما يمشوا انت تيجي ونقول لك كانوا بيسالوا في ايه. ماشي بس بغض النظر هم دلوقتي يتكلموا مع بعض وهيشرحوا لكم هم كانوا بيتناقشوا في ايه. لو عملوا حاجه غلط قول لهم بالراحه ان ده غلط علشان يبقوا ما نزعقش فيهم نقول لهم. ايوه عشان يتعلموا اداب الحوار بقى بجد جدا خالص. اوكي عشان يصدقوا. ماشي شكرا ليكم والله. اروح اناديهولكم ويدخلوا. اوكي طيب باي. باي. جايه تاني. انتوا عرفتوا وقاعدين بتتفرجوا على اداب الحوار وفهمتوا مشاكلكم صح؟ ايوه. نفسي اعرف والولاد نفسهم يعرفوا عشان كانوا سامعيننا. انتوا بتتكلموا في ايه بقى؟ سليم استنى سليم. انتوا كنتوا بتتكلموا صوتنا كان عالي قوي لدرجه ان الولاد سمعوا، ودي طبعا حاجه اصلا في حد ذاتها صعبه. فاحنا دلوقتي انا هوزع كارت على كل واحد فيكم علشان لو حد شفتوه عمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها غلط نرفع له الكارت علشان ما نعليش صوتنا، صح؟ مش انتوا. مش هناخد. لا انتوا لا. يلا. انا هنعمل كده لو هما في مشكله. لا احنا اتعلمنا اصلا. ايوه انا عارف اتعلمنا. ايه بقى كنت اتعلمنا كل اداب الحوار. يعني احنا لا احنا احنا قعدنا اصلي بعد يعني وانتوا بتتكلموا في اداب الحوار كده وخلاص احنا عرفنا غلطنا يعني بالظبط. انه لما حد بيتكلم ما ينفعش حد يعلي عليه مثلا، ما ينفعش حد يقاطعه، ما ينفعش حد يعمل بالظبط انت قاطعت عليه.
لا بس قطعني صح؟ قطعني انا عارف معلش انا عارف لان هو ما بي... انا عارف مش بيتعلم ما خدتش بالي يعني انا ما خدتش بالي انا عارف انه مش بيتعلم دي على فكره دي تاني مره دي تاني مره ما تقطعش بقى انتوا في حاجه اتعلمتوا اه طب انتوا عارفين ان انتوا بتقطعونا واحنا بنقطع بعض ايوه صح ده حقيقي طب عايزين نعرف حد فيكم يبتدي يقول انتوا كنتوا بتتكلموا عن ايه اصلا تمام هقول بقى لا ثانيه زي يا ملوكه ليه يا ملوكه بترفع هتقول انت ولا اقول انا هقول انت تمام اه بص يا سيدي هو الموضوع كان يا خطيب خلاص هتكلم انت ما هتكلم احنا تنتن اتفضل يا تنتن انا هادير الحوار هحاول يعني ببساطه ماشي هو بيقول ان الاغاني بتاعت زمان ماشي احلى من اغاني بتاعت دلوقتي انا مش بقول انا يا خطيب بس هو بس بيغلط طب اسمعوا لا بغلط ايه ما بص بقى برضو تاني برضو بتتكلم برضو بتتكلم في نفس الموضوع ده بيعلوا صوتهم ده بيعلوا صوتهم كمان على بعض بصوا يا اولاد بصوا كل واحد فيكم عنده وجهه نظر صح صح مش انت غلط ولا هو غلط صح اه بس ما يغلطنيش بس ما يغلطنيش انا مش غلطان بس ما يغلطنيش هو اللي بيغلط انت عارف ان انا مش غلطان انا عارف خلاص بقى كفايه ايدينا وجعتنا تنتن هو اللي هيتكلم لا ماشي تنتن اللي هيتكلم كل واحد هيقول وجهه نظره للاخر للاخر واحنا كمان هنتناقش معاكم انتوا بقى اللي فهمتوا يا ولادنا هو بيتكلم عن المزيكا القديمه والمزيكا الجديده صح صح حلو نسمع وجهه نظر تنتن للنهايه وبعدين خطيب نسمع وجهة نظره للنهاية ونقول رأينا احنا كمان أوكي؟ للنهاية 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 يعني انا ما اتكلمش وانت بتتكلم للنهاية اهو للنهاية لو سمحت لحد ما انت تقول نهاية هقول وجهة نظر هتقول انت للنهاية ما حدش علي صوته لما يتعصب بعد كده انا هسمعك اتفضل يلا بصوا انا بقول انه المزيكا القديمة دي بتاعت الاغاني بتاعت زمان مملة بطيئة كده والريتم بتاعها بطيء وعقبال ما بتكلم بقى انه الاغاني بتاعت النهارده اسرع واحسن لا مش احسن ولا مش احسن معلش بس انا سبتك تقول يا كفايه ما هو مفيش انا سبتك تقول الجزء اللي هو ما هو مفيش فايده وبعدين بالراحه وبعدين تنتن ما تحاولش تستفزه برضه يا تنتن انا عايز ارفع لتنتن لا انا ما بستفزوش ده رايه هو شايف انا ما بستفزوش استنوا بقى هو معلوماته محدوده لا انا في المجال في المجال ده مش محدوده انا معلوماتي في المجال كفايه انت المفروض تبقى برضه كفايه كفايه بقول لكم ممكن تتكلموا من غير ما تستفزوا بعض يعني هو شايف مزيكا حلوه بتاعت زمان ما تقولش ما تتريقش على ذوقه خلاص ماشي انا لا لا خلاص مش هتريق عليه مش هتريق عليه احنا كلنا طبعا عارفين من غير لما تتريق احنا عارفين من غير ما تتريق عليه انه الاغاني بتاعت زمان اصلا اي لا بص بيقول ايه طيب ده ينفع ده كلام لا يعني انا قصدي يا زهره ما ينفعش تبص لسليم وتقول له احنا يعني تعمل له حركه عيب هو كله ما ينفعش طب ايه نشاور تنتن وسليم بيتفقوا عليا يا زهره ممكن بقى أنا. ايه يا جماعه في ايه طب اسالوهم انتوا يا جماعه بلاش انا اساله اسألوا سليم ما تتكلموش مع بعض اوكي اسأل ما نتكلمش مع بعض أيوة. خلاص خلاص مريح كده يعني خصموا بعض خصموا بعض نخصم بعض ده أيوة. قول رأيك الحل. قول رأيك يا انكل هل ده الحل هقول قول رأيك يا انكل احمد حاضر انا رأيي هنسمع انكل احمد ماشي مع اني ما قلتش رأيي لغايه الاخر تنتن هرجع لك تاني ماشي اتفضل هو الـ كل ما هنالك اني انا بقدر جدا المزيكا الكلاسيكيه وبقدر المطربين بتوعنا بتوع زمان تنتن بقى ما عنده يعني انا يا سيدي ما انا بقدرها يعني هو انا غلطت يا كفايه انا ما غلطتش يا زهره بجد يا زهره انا ما غلطتش انا ما ينفعش ان انا مثلا اجي هو انا يا عم على راسي لا على راسي خلاص كفايه كفايه هو كان يا جماعه خلاص اهدوا انا حضرتك انا ما غلطتش يا جماعه انتوا بتتكلم انتوا الاثنين بتقاطعوا بعض طب انت قطعتني دلوقتي ايوه انتوا كمان بقيتوا تتكلموا زيهم بالراحه عايزه خليهم يهدوا بقى مش حوار النقاش ده والله انا مش عارفه اتناقش يلا انتوا عاديتوا الولاد انا مش عارف انا مش عارف اقول وجهه نظري ايه ده عاديتوا الولاد انا مش عارف اقول وجهه نظري انا مش عارف يا راوي اقول حرف في القعده دي مش عارف اقول بصراحه حرف طب ممكن اقول حاجه مش طول ما احنا كلنا بنتكلم في الوقت نفس الوقت اولا الموضوع معدي جدا كله ابتدى يتكلم لوحده بالزبط. ثانيا بجد مش هنوصل لح... انا نفسي اوصل لمعلومه مفيده وابتدينا نعلي صوتنا برضه وابتدينا نعلي صوتنا حتى انا اسفه اوطي صوتي انا اتعصبنا جدا صوتي اتعصبنا جدا مع انه عصبنا بس عصبنا كلنا بس ما ينفعش تقول كده عليه ما ينفعش تقول كده عليه
ما تستفزوش يا تنتم من فضلك. طب خلاص وانا ساكت يا زهر على فكره عشانك وعشان اداب الحوار وعشان ملتزم باداب الحوار. يا راجل يا راجل دلوقتي طب ما انت قطعتني من شويه. لا انا ملتزم. انا اتكلم. لا اصل انت بتتكلم. انت قطعتني من شويه عشان نتكلم ونعلي صوتنا مع بعض. مستفز قوي يا ياسمين يا جماعه. عيب 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 ايه يا تنتن؟ ابتدينا نقول الفاظ ما ينفعش نقولها. انا مش هقدر على ماشي ماشي خلاص يا انكل احمد اتفضل كمل. انا المشكله عندي دلوقتي ان انا بحب الاغاني القديمه. دي مش مشكله. لا ما دي مشكله بالنسبه عند تنتن. بص بقى هينفخ وهيعصبني. ما خلاص طب خلاص ماشي ماشي انا اسف. انا بحب الاغاني القديمه اوكي. لا بص 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 قول يا عم وجهه نظر. وجهه نظر ده مش اداب حوار. انت مش مش انت هتقول وجهه نظر. انت المفروض تقول وجهه نظر. خلص يا عم وجهه نظر. ده مش اداب حوار ان انت ابقى بتكلم وانت يا تنتن بت ما انا ما هو تنتن احنا لسه قايلين ده من شويه ان انت ما ينفعش حد يكلمك وتمسك اوكي ها. انا غلطه تانية يا زهر بعد اذنك. انا مش ممكن ما بيقول حاجه. ده مش من اداب الحوار برضو يا خطيب. ما انا مستحمل مستحمل. لا معلش الضغط 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 مضغوط. انت عليت صوتك. ما عامل ايه مضغوط نفس كده. ماشي يبقى هو شايفة؟ الموضوع شايفه بيعمل ايه؟ شايفه بيعمل ايه؟ برضه يا جماعه ده انا بشاهدكم. ما ينفعش تقطع. ايه ده؟ يعني انت بتقطع. مالك ايديها وجعتها على فكره. طب نعمل ايه؟ نشاور؟ والله واحده ماشي ماشي. وسلمى ايديها وجعتها. بصي بيعملني كده اللي هو بتتوعد له. لا بتوعد له. لا ما بتوعدش حد. ما توعدت لحد. الحر ده. اتفضل. ماشي. انا بحب يا زهره الاغاني القديمه. اوكي؟ وبقدر الاغاني الجديده برضو بس انا ميال للاغاني القديمه. بس تنتن للاسف مش عايز يعترف بده وبيقول لي الاغاني الجديده احسن والكلام هو ده. الموضوع اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه جوه. اه بجد يعني انت صوتكم العالي ده على ان هو بيحب انت بتحب الاغاني القديمه وهو بيحب الاغاني الجديده. اه قول يا سلمى. كل واحد بس لو عايز اسمع اللي هو عايز. ايوه من غير ما نتخانق. ايوه صح. ايه ده من غير ما نقول لا الاغنيات دلوقتي القديمه وحشه ومش وحشه. حلتها حلتها كده. اه ده كان فين الحل ده من بدري. طب ما تسمع صحيح الحاجات القديمه وانا اسمع الحاجات الجديده. اه وانت مالك اصلا باللي انا بسمعه إيه؟ وانت مالك وانا مالي باللي انت بتسمعه. مالناش دعوه ببعض. بقول لك احنا ما نكلمش بعض تاني. اه لا خصموا بعض. خصموا بعض. كلموا بعض. كلموا بعض عادي. لا يكلموا بعض. يكلموا بعض بس كل واحد يسمع اللي هو عايزه. أوكي. اوكي يسمع بعض. يسمع نفسه. هعمل يسمع التاني قصدي. انا هعمل كده يا وانا برضه انا هعمل بقى. شكرا. اوكي شكرا. طب انت ايه رايك تحب الاغاني القديمه والجديده؟ لا انا بحب الاغاني الجديده. ايوه بقى اي اه لا كل واحد هيسمع. لا خلاص كل واحد هيسمع حاجه الحاجه. مالك انت بتحبي ايه مالك؟ كلاسيك ولا الجديد؟ لا ايه ده ايه ده ما تقولي هي عندها رايها. قول انت يا ملك بتحب القديم. انا عارف. ملك قول يا ملك. انا عارف انت بتنام على ام كلثوم كل يوم. ايوه انا عارفه الاغنيه بس مش عارفه هي قديمه ولا جديده. هي ايه؟ قولي ايه الاغنيه اللي بتحبيها؟ ايه الاغنيه؟ حيرت قلبي معاك صح؟ ممكن تديها فرصه تتكلم؟ اسمها ايه؟ تامر حسني. تامر حسني الجديد اهو. الجديد اهو. وانا 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 لا انا بحب القديم. برافو جميل. يا رب على الجيل اللي وانا كمان بحب. انا بحب القديم والجديد بصراحه. سلمى بتحبي ايه؟ بتحبي الاثنين؟ يا سلمى انا القديم بس. لا يا سلمى ازاي يعني بتحبي الاثنين؟ اكيد يعني في حاجه بتحبيها. استنى ثانيه. لا ثانيه. عامله عامله يوم يعني يوم ده اسمع اغاني قديمه ويوم ده اسمع اغاني جديده زي كده يعني ما عندكيش مشاكل مع الاثنين. لا مهم جدا ان احنا نبقى برضو بنسمع اغاني مختلفه وثقافات مختلفه صح؟ انا في القديمه بحب ام كلثوم. وانا كمان بحب ام كلثوم جدا. وانا وانت كمان؟ ايوه كلكم عارفين ام كلثوم؟ اه دي حاجه جميله قوي. شفتي بنت ام كلثوم جميله؟ صح دي ام كلثوم يا زهره دي. انتوا يا زهره ازاي بنتكلم يا زهره في الموضوع؟ انا غيرت على صوتك. ما تعليش صوتك يا ابني. ده هو ابتدى يقتنع بوجهه نظرك. ما مش عايزين ده دي ثوابت دي يا زهره. لا مفيش ثوابت. كل واحد عنده راي وممكن لسه قايلين كده. لسه قايلين كده. انا معلش وعايزه قولي له. مع اني لو اديتك لاين من ويجز هتروح عادي. ممكن هتروح مني. ممكن لو قعدنا نسمع بعض بالراحه وسمعنا بعض المزيكا اللي بنحب نسمعها الموضوع يختلف تماما. ما بقاش في الخناقه دي كلها. طب تعالى تعالى تعال بقى. لا انا ما اقدرش. تعالى بقى انا اسمع. انا ما اقدرش يا زهره اسمع. ارفع ارفع. لا ما اقدرش. شوف شوف ركز. انا منسحب. لا استنى. طيب طب بص طب استنى. انا خدت فضلك ايه اللي بيحصل؟ يا خطيب يا خطيب ما ينفعش. يا خطيب تعالى يا خطيب لو سمحت. ايوه
القديم مش نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ ايه ده مفيش فايده خالص؟ ما احنا بنقول القديم حلو. مش ممكن يا جماعه، هما الاثنين انسحبوا. مش ممكن، انا عملت اللي عليا بصراحه وخلاص بقى. المهم احنا ايه، ما نعملش اللي هما بيعملوه ده عشان ده غلط جدا. سوري. اوكي مش ممكن، دول حاجه صعبه قوي. هاتي يا بنتي، انا حاولت والله يا بنتي، حاولت. حاولنا جامد. شكرا يا سليم والله. طيب تعالوا بقى نلعب لعبه تانية دلوقتي، او اقول لكم قبل ما نلعب لعبه تانية. اقعد يلا يا سليم. ايه رايكم قبل ما نلعب لعبه تانية اوريكم تجربه عملناها في الشارع وتشوف وجهه نظر او يعني رد فعل الناس كانوا عاملين ازاي. اضحكوا قوي، يلا بينا. ولا محمد، ايه هو النجاح؟ نجاح ان الواحد يكون محقق، يكون حاطط هدف في دماغه ويحققه. هو ده النجاح. ايه؟ الواحد يكون حاطط هدف في دماغه ويحققه. انت نجحت قبل كده؟ لحد دلوقتي لا. بس ليه؟ ما وصلتش للهدف اللي انا عاوزه. الحمد لله. نجحتي في ايه قبل كده؟ نجحت يعني عملتي حاجه نفتخر بيها؟ اكيد يعني. فاشل يعني؟ لا مش فاشل، بس ما وصلتش لهدفي. قول لي حلمك ايه؟ حلمي ان انا اتخرج. قول لي ايه هو النجاح من وجهه نظرك؟ النجاح ان انت تتعب وتحقق حلم. هل النجاح ان انا اتعب النهارده ولا اريح النهارده واتعب بكره؟ لا، انت لازم تتعب النهارده عشان. هل صحابك شايفينك ان انت شخص ناجح، هتوصل لحاجه، هتعمل حاجه، ولا فاشل؟ لا، شايفيني ناجح طبعا، ودايما بستفيد من خبراتي كده يعني. طيب بالنسبة لو أنا عايز أنجح في حاجة في حياتي مثلا، أعمل إيه؟ لازم تمشي على خطوات معينة. هل أنت شايف إن أنت ناجح؟ يعني ماشي في الطريق. أصحابك شايفين؟ يعني. أهلك فخورين بيك؟ إلى حد ما. طيب خليني أسيبك من دي. لو أنا عايز يبقى معايا 1,000,000 جنيه. لازم تشتغل. يعني قول لي أعمل إيه عشان يبقى معايا 1,000,000 جنيه؟ بقول لك لازم تشتغل. طب أنا بشتغل، معيش 1,000,000 جنيه. ماشي، ما هتشتغل وتلف. طيب دلوقتي مثلا هل صحابك شايفين ان انت ناجح؟ والله ما اعرفش، كل واحد بيقول. طيب ماشي، ازاي يبقى معايا 1,000,000 جنيه مثلا؟ لو انا عايز يبقى معايا 1,000,000 جنيه ازاي؟ اكيد بعمل. كملوا ليه؟ اهلك شايفينك ان انت هتنجح ولا لا؟ طبعا شايفين ان انا هنجح. هل انت بيفرق معاك الماركات، انك تلبس ماركه، تلبسش ماركه، الحاجات دي؟ لا خالص. طيب عملت ايه عشان تنجح؟ لا من ناحيه عملت، فانا عملت كتير. طب ركز مع الاستاذ يا عم. مش مجمع. مجمع يعني بقول لك ايه، انت اتضايقت؟ لا دايما ايه، مفيش حاجه بتديني اتضايق. لا، الطريقه اللي انا بعملك بيها دي حلوه ولا رخمه؟ رخمه شويه. لا كويس. لا قول ما تتكسفش. لا هتكسف من ايه بس؟ لا يعني. لا عاديه. ان انا عمال اقطعك في الحوار كده ومش مهتم بيه، قول بصراحه ما تخافش. يعني يمكن. ضايقتك شويه؟ لا انا ما بتضايقش من حاجه بصراحه. هي باين. ما بخليش شخص يضايقني. باين في عينيك ان انت اتضايقت شويه، عادي. لا انا ما بخليش شخص يضايقني والله. عادي. طيب انا اسف، انا ما كانش قصدي. دي كانت تجربه كده، كنا بنتكلم على اداب الحوار، لما اجي اكلم حد اكلمه بطريقه عامله ازاي، ادي له اهتمام عامل ازاي. انت حسيت بايه باللي انا عملته ده؟ لا حسيت ان انت مش تمام، كانش ينفع تعمل كده. صح، حقك عليا، انا اسف. كنت هسيب، على فكره انا هسيب اللوكيشن وكنت همشي. على فكره حقك، كنت همشي. طبعا اي حد يكلمك كده تقف معاه ليه؟ اتضايقت بصراحه. صح؟ من الطريقه. حقك عليا، انا اسف. دي كانت تجربه كنا بنعملها في الناس ونشوف هيبقى رد فعلهم ايه، عشان نوري الناس ايه هي اداب الحوار. تحبي تقولي لنا ايه هي اداب الحوار من وجهه نظرك؟ الاستماع. الاستماع بالفكر، ابقى مديه اللي قدامي اهتمام ان انا مهتميه بالكلام اللي هو بيقوله. يعني ما نفضلوش بمعنى اصح، او ما احاولش ان انا فعلا الهيه عن اي حاجه، ده بديله احساس ان انا مش مهتميه بيه او بحواره. انت لازم تسمع كلام اللي قدامك وما تقطعوش وهو بيتكلم، ولازم تحترم كل كلام اللي هو بيقوله لك، ما ينفعش تديله ظهرك كده.
لا والله، هو أداب الحوار يعني أقل حاجة فيها أو باختصار إن أنت ما تقللش من اللي قدامك مهما كان مكانته، فلازم ما تقللش من قدامه مهما كان، لأنه ممكن يكون شغال على نفسه ويوصل لطريق أفضل منك بكتير، ولكن مخوفيا كان أعظم من الآخر. معك حق يا رب. أنت نورتني، موافق إن إحنا نذيع؟ لا عادي ولا يهمك، حقك عليا. تاني بقولك إن أنا آسف. والله أنا متقبل أسفك يعني. شكرا ليك، أنت جميل. جميل. ما فيش ولا اغنيه. ايه رايكم بقى في التجربه دي؟ كانت حلوه بس ما فيش ولا اغنيه. بس هو بيقطع الناس او بيأذى. ايوه، ما هو كان قاصد. ايه ده ايه ده ايه ده، بتعملوا ايه؟ ثانية واحدة. سليم، شفت الراجل وهو بيقطع الناس وبيبص في موبايل تاني وكده؟ الموبايل بقى، لا الموبايل دي ضحكتني قوي. زي ما تنتن كان بيعمل. زي ما تنتن كان بيعمل للاسف. شفت الناس لما اتعامل معاهم كده كان رد فعلهم ايه؟ طب سليم انت بتقطعني ليه يا سليم؟ شفتوا الناس لما كان المهم ان احنا قاعدين بنتفرج عمالين يقولوا لي ارفعي له الكارت ارفعي له الكارت. طبعا هو كان سبع قاصد يعمل ده علشان يعمل التجربه دي، بس شفتوا رد فعل الناس كانوا متضايقين ازاي؟ المهم ايه؟ المهم اللي انا بقوله دلوقتي ان طب ما تخليني كل ما اقول اللي انا بقوله دلوقتي، ان الناس لما اتعمل فيها كده وبقى بيعملوا حاجات بيتعمل فيهم كده، يعني محدش يتسألوا سؤال وبعدين يتسألوا سؤال تاني وبعدين نبص الناحية التانية بعد ما نسأل السؤال، حسوا بإيه؟ حسوا إن هما متضايقين شوية. متضايقين شوية، اتضايقوا، حسوا بإهانة، وحسوا إن هما محدش معبرهم، وحسوا إن ده قلة احترام. صح؟ صح صح؟ طيب دلوقتي بقى بعد ما عرفنا ايه اللي المفروض نقوله ومفروض ما نقولوش ومفروض نعمله ومفروض ما نعملوش، واكيد مش هنمشي بكروت في حياتنا، فاكيد عايزين نوجه الكلام اللي احنا عرفناه ده، وعايزين نوجه رسائل للناس اللي ما بتحترمش بعض في الكلام وما عندهاش اداب حوار. رسائل كده مهمه، ايه رايكم نروح عند الفون بوث اللي هناك ده ونرفلكت على الحلقه؟ ايه رايكم سلمى؟ ايه رايك تبتدي؟ اه اللي هناك ده، يلا يا سلمى اتفضلي. طيب مش هينفع كلنا نتكلم في نفس الوقت، عشان كده مش هنعرف نسمع بعض. أما حد يكون بيكلمك فكر في اللي هو بيقوله، ما تفكرش انت بتقول ايه. ما ينفعش تتكلم بصوت عالي مجرد ان الكلام مش عاجبك. احنا لازم نسمع قبل ما نتكلم. وعشان انتوا شاطرين جدا 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 وعارفين حاجات كتيره وطبعا بتحترموا بعض في الحوار، ها طبعا طبعا، وكنتوا حلوين قوي في الحلقه طبعا طبعا، فاحنا بقى هندي لكم هدايا كده بسيطه جدا جدا. فايه رايكم تنادوا على هايدي؟ قولوا يا هايدي. يا هايدي تعالي يا هايدي. اهو شكرا يا هايدي. لا انا ماليش في الفروز دي. مالكش في الايه؟ فروزن. انا مش بنت. طب لا ماشي، في ميكي ماوس، ايه رايك؟ وفي كارز. خد دي لذيذه قوي. كارز ممكن اعمل كارز حلوه. اتفضل. انا عايزه دي ايه؟ ديزني بنفصل ولا ايه بالظبط؟ طبعا طبعا. ايوه فازل حلوه قوي. ايه رايكم؟ حلوه قوي. ايوه حلوه قوي. هو فعلا. ايوه ايوه ماشي. ايه رايكم بقى دلوقتي نقوم نغني؟ يا سلام يا سلام، يلا بينا مزيكا. ولا علي صوتي وانا بتكلم وبحترم ما بصلوش كمان ما حد يكلمني. ايوه ولا علي صوتي وانا بتكلم وما احترمش وما بصلوش كمان وما
ببص مش تمام. ايوه صح. يا سلام عجبتك كده.